مرحبا بجميع أصدقائنا في قناتكم معالم المعرفة. اليوم سأقدم لكم أحد أروع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوانات. كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزة. لقد بحثنا جيدا ووجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدوها بعد، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي قمنا بنشرها لكم سابقا. دعونا لا نطيل الكلام ونذهب مع بعض للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية. تعتبر الأبقار من الحيوانات التي يصعب تصديق أنه يمكن اصطيادها بسهولة بواسطة أنواع مختلفة من الحيوانات المفترسة في الموائد التي تعيش بها. فمثلا في القارة الإفريقية يمكننا تسليط الضوء على أسد الجبال والذئاب باعتبارها الحيوانات المفترسة الرئيسية التي تقتل العديد من الحيوانات الأليفة على غرار الأبقار. أما في أمريكا الجنوبية فيمكننا القول أن قط الجاكوار هو القاتل الرئيسي للعديد من الماشية التي تتعرض للهجوم في المراعي التي تعيش بها. أما في بعض البلدان الآسيوية كالهند وأندونيسيا فيمكننا إبراز دور النمور والفهود باعتبارهم أهم الصيادين الرئيسيين لهذه الحيوانات. لكن في بعض أجزاء الكوكب قد تكون المشكلة الكبيرة هي وجود مفترس آخر لهذه الحيوانات هو الأكثر فتكا من بين جميع الحيوانات الأخرى، إذ أنه لا يترك حتى أثرا لهجومها، ونحن نقصد هنا التمساح المفترس. عندما يهاجم التمساح المفترس الأبقار المحلية يحدث ذلك عادة عندما تدخل الماء لعبور النهر أو عند الذهاب لشرب الماء. فعندما تذهب الأبقار لشرب الماء في النهر الذي تعيش به هذه التماسيح فإنها تنتظر تحت الماء، وعندما يقترب هذا الحيوان منها تهاجمه دون أدنى تردد في مشاهد تحبس الأنفاس. وعلى الرغم من أحجامها الكبيرة إلا أن الأبقار لا تستطيع القتال ضد تمساح كبير، وينتهي بها الأمر بالغرق وتتحول إلى وجبة لهذا المفترس في مشاهد لا يمكن تصورها. عندما تدخل البقرة نهر التمساح يصبح الأمر أسهل على هذا الحيوان للإيقاع بها في مشهد يحبس الأنفاس. فغالبا ما تهاجم التماسيح هذه الأبقار ويسحبونها من رؤوسهم إلى قاع النهر، وبعد مضي وقت قصير تقتل البقرة وتصبح وليمة لعدة أيام لهذه التماسيح في البيئة التي تعيش بها. في الأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا دوما وضع إعجابكم بالمقطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد.